معكم المدون التقني سالم سعد. اليوم سوف نتعرف في هذه المحاضرة عن موضوع نحو ووعي التقني. أي نقصد في موضوع نحو ووعي التقني هو التركيز عن الأسر ونشر الوعي التقني بين الأسر التي لديها أطفال وتمنحهم صلاحيات استخدام الهواتف والتنقل في العالم الافتراضي ومن دون إدراكهم مدة خطورة هذا القرار. واليوم سوف نتعلم كيفية مراقبة الأطفال وأيضا تقليل تواجدهم في العالم الافتراضي، ونتمنى لكم الاستفادة في المحاضرة إن شاء الله. ولنبدأ الآن. المقدمة: يجب علينا أن ندرك بأن كثرة الوقت المهدور في استخدام الإنترنت عبر أجهزة الهواتف الذكية أو الحواسيب المكتبية والمحمولة هو مما يشكل علينا خطر، وذلك الخطر يكمن في الإشعاعات المبثقة أي الشعاعات الكهرومغناطيسية. ولكي نتعلم طرق محاربة أخطار وأضرار الإنترنت يتوجب علينا تعلم متوازن بين الحياة الواقعية والافتراضية. والصورة التالية توضح اختلاف التفكير بين الشخص الواعي والشخص الغير واعي. الشخص الغير واعي أو الشخص الافتراضي هو موضح في الجهة اليمنى، هو يفكر في زيادة المواقع التواصل الاجتماعي الافتراضي والتفاعل مع أشخاص افتراضيين. والشخص الواعي أو الشخص الواقعي هو موضح في الجهة اليسرى، يفكر في قضاء الوقت والاستمتاع مع الأسرة والأصدقاء. والآن نتعلم طرق تقليل وقت استخدام الإنترنت. أولا، مشاهدة التقرير اليومي والأسبوعي من خلال التطبيقات المتواجدة في المتاجر الإلكترونية منها سوق بلاي وأبل ستور. ثانيا، إيقاف تشغيل الإشعارات وحذف التطبيقات الغير مهمة في الهاتف المحمول، وذلك للاستفادة من الهاتف المحمول وأيضا من التركيز وتطبيق الأفكار أكثر ولخلق التوازن والاستقرارية في الأفكار. ثالثا، تقليل التواجد في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة التواجد مع الأسر والأصدقاء والتفاعل معهم، وذلك لخلق توازن وأيضا لعدم التشتت بين الحياتين أي الحياة الافتراضية والحياة الواقعية. رابعا، محاولة منع الأطفال من استخدام الهاتف، وذلك لأن الطفل كائن اجتماعي في طبيعته وليس كائن افتراضي، وإذا كان الطفل له صلاحية في استخدام الهاتف والتنقل في العالم الافتراضي فسيصاب به أعراض جانبية منها الانعزالية وعدم الاستجابة عند مناداته. وأيضا استخدام الطفل إلا الهاتف والعالم الرقمي له أضرار عن شخصيته وأضرار عن قدراته العقلية. وأيضا احتمالية تعرض الطفل إلى الكلمات المؤذية والإعلانات والبرامج المزعجة والاستغلال لغرض جمع المعلومات واستخدامها بشكل سيء. ودائما ننصح بأن تكون التوعية للأسر قبل إهداء للطفل استخدام الهاتف استخدام العالم الرقمي. وأيضا ننصح بأن يكون الطفل 10 سنوات أو 10 أعوام كحد أدنى، ويكون استخدام أو متوسط الاستخدام ساعة إلى ساعة ونصف. وإن كان الطفل أقل من 10 سنوات وقامت الأسرة بإهداء الهاتف واستخدامه، يجب أن يكون تحت المراقبة الأبوية أو وليس المراقبة عن بعد. ومتوسط استخدامه يكون 30 دقيقة، وإلا يصبح 15 سنة ينصح باستخدامه من 3 ساعات إلى 3.5. خامسا، استخدام الإنترنت له فوائد كثيرة وأضرار معنوية ومادية. أي شيء إن كنا نستخدمه بشكل مفرط وبشكل غير واعي سوف نصاب بأعراض جانبية وسوف يعكس الفوائد لنا أضرار. من فوائد الإنترنت هي التواصل والتقارب وتسهيل الأعمال الروتينية، ومن أضراره هي السرقة والاختراق ونشر البرامج وكثرة تواجد الأشخاص الافتراضيين في الإنترنت. وننصح دائما تجنب الأخطار أو محاربة الأخطار، يتوجب علينا من تقديم التوعية ونقوم في نشر التوعية لكل فرد يقوم باستخدام الإنترنت بشكل خاطئ. الآن ننتقل إلى الحماية من مخاطر العالم الافتراضي. أولا، لكي نقوم في محاربة الانعزالية يتوجب علينا من خلق التوازن بين الحياة الافتراضية والواقعية. ثانيا، لكي نحارب ألم العيون لدى الأطفال والبالغين يتوجب علينا من قراءة الكتب الملموسة وليست الكتب الافتراضية، وأيضا إخفاض درجة سطوع الشاشة في الهاتف أو إضاءة الشاشة، ويتوجب علينا إبعاد الهاتف عن أعيننا قدر المستطاع. ثالثا، لكي نحارب أضرار ألم العين وانحناء وتقوس الصدغة يتوجب علينا أن نقوم في تخصيص وقت لممارسة الرياضة، وينصح أن تكون الرياضة بين 30 إلى 45 دقيقة، ولكن لا بأس إن كانت 10 دقائق في اليوم الواحد. رابعا، لكي نحارب قلة الكلام ومشكلة النطق
يتوجب علينا أن نقوم في تحفيز الأطفال إلى قراءة الكتب الملموسة ورسالة الكتب الافتراضية. خامسا، لكي نحارب الهرمون التحفيزي وهو هرمون الدوبامين المسبب في تفقد الهاتف والعودة إليه أثناء وصول أي إشعار، ننصح دائما في إيقاف الإشعارات وذلك للاستفادة من الهاتف وعدم التشتت بين الأفكار. الآن ننتقل إلى مختصر النقاط السابقة. تقديم التوعية إلى الأسر والأطفال: لا ينصح في استخدام الهاتف المحمول من قبل الأطفال الذين هم أقل من 10 سنوات. يجب أن نحافظ عن التوعية التقنية لكي نتفادى الأخطار والبرامج الخبيثة. إبعاد الهاتف عن الأعين لكي لا نسبب ألم في الأعين مستقبلا. نقوم في إيقاف تشغيل الإشعارات لكي نحافظ عن ثبات الأفكار واستقراريته، وحذف التطبيقات الرقمية الغير مهمة وذلك للاستفادة من الهاتف. تقليل التواجد في محيط العالم الرقمي وذلك لخلق التوازن بين العالم الرقمي والعالم الواقعي. مشاهدة التقرير اليومي والأسبوعي، وننصح دائما بأن لا نتجاوز 8 ساعات في اليوم الواحد بالنسبة للبالغين. الآن ننتقل إلى مراحل تطور الإنترنت. تطور الإنترنت في البداية من مرحلة بسيطة وهي توصيل جهاز، ولكن لم يكن فيه الحسبان. يتطور الإنترنت ويصبح اليوم يسمى بإنترنت الأشياء، ولكن مع تطور الإنترنت تزداد الخطورة علينا، أي خطورة الإشعاعات المنبثقة وهي إشعاعات الكهرومغناطيسية، والخطورة جسدية ونفسية وتؤثر أيضا على القدرات العقلية. ويوجد بعض الأسر التي تمنح أطفالهم استخدام الهاتف والتنقل في العالم الافتراضي، وذلك لأن اعتقادهم سوف يوفر الهاتف والعالم الرقمي الألعاب المناسبة للأطفال، وسوف يلهم عن البكاء ويكونوا هادئين طوال الوقت، وهذه العملية خاطئة بالفعل. وأيضا الخطورة ليست للأطفال فحسب بل لكبار السن أو البالغين أيضا الذين يقومون باستخدام الإنترنت بشكل مفرط أو بشكل غير واعي. الآن ننتقل إلى الصور توضح مراحل تطور الإنترنت. كما تشاهدون في الصورة التالية، تطور الإنترنت من مرحلة بسيطة هي توصيل جهازه، وثم عدة أجهزة، وثم من عدة أجهزة وبنايات، وثم توصلت إلى كليات وجامعات أو توصلت دول وقارات، ومن ثم أصبح اليوم يسمى بإنترنت الأشياء، أي التحكم بكل شيء عن بعد. مثلا البيوت أصبحت الذكية، والأجهزة المنزلية أصبحت ذكية ونستطيع التحكم بها عن بعد عبر الهواتف الذكية، والسيارات أصبحت ذاتية القيادة وغيرها الكثير. واليوم نشاهد الانترنت أصبح بمثابة موجة تحيط كوكب الأرض. الآن نتعرف عن أضرار شبكة الانترنت. أولا، يسبب لنا أضرار جسدية ونفسية. ثانيا، يسبب لنا ألم في العيون وإنحناء وتقوس الصدر والتعصب والانعزالية والاكتئاب. ثالثا، يسبب لنا عدم اتباع جدول منتظم في النوم، مما يساهم في زيادة أوقات النوم المتأخر. والنوم المتأخر أيضا له أعراض نفسية وجسدية مختلفة عن أعراض الهاتف أو شبكة الإنترنت. رابعا، يساهم في زيادة التعرض إلى الألفاظ المؤثرة والمؤذية، وذلك من خلال التنمر والابتزاز الإلكتروني من خلال الألعاب الترفيهية الرقمية. خامسا، يساهم في التعرض عن الابتزاز وجمع المعلومات واستخدامها بشكل سيء، وأيضا يصعب تعقب الشخص لأن الشخص افتراضي. سادسا، يساهم في زيادة احتمالية التعرض إلى السرقة وعرض الإعلانات الاحتيالية. سابعا، يساهم في زيادة التعرض إلى الاختراق والبرامج الخبيثة. ثامنا، يساهم في تقليل الحوار والمناقشة في الحياة الواقعية. تاسعا، يساهم في زيادة العنف لدى الأطفال وكبار السن من خلال الألعاب الترفيهية الرقمية والأفكار الإجرامية. عاشرا، يساهم في تقليل الواجبات اليومية من خلال الاهتمام في العالم الرقمي. 11، يساهم في محاربة الأفكار الجيدة ونشر الأفكار المخطوطة والكاذبة. 12، يساهم في زيادة الارتباك وتركز الأفكار حول العالم الرقمي. 13، يساهم في تقليل الأمن والخصوصية السرية. 14، يساهم في تغيير السلوك الاجتماعي والحركي لدى الطفل. 15، يساهم في تغيير أداء القدرات العقلية عن التركيز واستقرارية الأفكار. الآن نتعرف عن ما هو أثر موجات الكهرومغناطيسية المنبثقة من الهواتف المحمولة. كما تشاهدون في الصورة التالية، تمت التجربة عن شخص بعد 15 دقيقة. موضحة الصورة في الجهة اليمنى تأثير الشخص عن الشعاع الكهرومغناطيسي وكيف تركز الشعاع. وإذا قمنا باستخدام الإنترنت بشكل مفروض أكثر، نقوم
سوف نصبح ألم في العيون أو نحصل على ألم في العيون، وأيضا احتمالية التعرض إلى مشكلة الكلام أيضا إن كان استخدام الإنترنت بشكل مفرط وغير واعي. والصورة التالية في الجهد يسر من وضع الشخص الطبيعي ومن دون تأثير أي إشعاع. الآن نتعرف عن تأثير الشعاع عن الأداء العقلي. كما تشاهدون الشعاع يتركز في الصورة التالية. في الصورة في الجهة اليسرى تركز الشعاع في الصف الأمامي أو القسم الأمامي من الأداء العقلي أو من العقل، وهو الأداء أو القسم الخاص في استقرارية الأفكار وتنفيذ الأفكار، وأيضا إن استمرنا في تطبيقها واستخدام الإنترنت بشكل مفرط احتمالية التعرض للإنعزالية، وأيضا التعصب لدينا أو التعصب أثناء الحوار وأي لا نسمح للمجادلة، وأيضا مشكلة الكلام واللفظ أو نطق بعض الحروف. وأيضا كما تشاهدون في الصورة في الجهة اليمنى هو العقل الطبيعي والأداء العقلي السليم. الآن ننتقل عن فوائد الإشعارات في الهاتف المحمول. الفوائد الإشعارات هي لإفراز هرمون الدوبامين، الهرمون المسبب للسعادة وهو هرمون مؤقت. نستطيع اليوم تسميته الهرمون الإلكتروني الرقمي، وذلك للعودة إلى الهاتف مرة أخرى وتفقد الهاتف. وفي كل التأكيد ننصح بالتوعية ونشر التوعية وقراءة الكتب الملموسة وليست الورقية والتلقي المعلومة من الحياة الواقعية وليست أغلبها من الحياة الافتراضية. والإشعاعات أو الإشعاعات المنبثقة الكهرومغناطيسية طبعا هي ليست ظاهرية وخفية وتظهر عبر السنين المقبلة. الآن ننتقل إلى ماذا تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية. تؤثر عن الأطفال والرجال والنساء بشكل سلبي. تؤثر عن المرأة الحامل والجني في داخل بطنها بشكل غير مباشر. ثالثا تؤثر على عقولنا وقراراتنا المستقبلية. رابعا تؤثر على العيون والاستماع وانحناء وتقوس الصدر بشكل مباشر. خامسا تؤثر على الحالة الاجتماعية والحركية والنفسية. سادسا تؤثر على قلة النوم وزيادة أوقات النوم المتأخر. الآن في الصورة التالية تشاهدون أعراض الموجات الكهرومغناطيسية كيف تؤثر عن الاستماع وأيضا على القدرات العقلية وأيضا عن النبضات القلبية، وأحيانا تؤثر عن الصداع والتعلق في الهاتف وتؤثر عن الأعضاء الجسدية الأخرى. الآن ننتقل عن ماذا ينصح لاستخدام الإنترنت الصحيح. كما تشاهدون في الصورة التالية أصبحت الموجات الكهرومغناطيسية متواجدة في أغلب الأماكن من أقمار الصناعية والواي فاي والحاسوب والهواتف والتلفاز والراديو وأبراج نقل الطاقة. الآن ننتقل إلى استخدام الهاتف بشكل صحيح. الآن استخدام الهاتف بشكل صحيح ننصح أولا في تقليل أوقات استخدام الهاتف المحمول قدر الإمكان. نعلم بأن الهاتف المحمول أصبح جزء من اليوم، من جزء من أعمالنا اليومية لا يتجزأ ولا نستطيع التخلي عنه، ولكن قدر الإمكان نستطيع الابتعاد عنه. ثانيا إيقاف الإشعارات وحذف التطبيقات الغير مهمة، وذلك للاستفادة من الهاتف والتركيز على التطبيقات المهمة، مثلا تنزيل الألعاب أو تثبيت الألعاب التفاعلية لزيادة الذكاء. ثالثا عدم النوم قرب الهاتف المحمول، وأيضا عدم وضع الهاتف المحمول أسفل وسادة النوم، وذلك لأن أثناء النوم يصبح الجسد في حالة استرخاء، وعند وضع الهاتف قرب مكان النوم سوف تنبعث لدينا الشعاع الكهرومغناطيسي، وأيضا يصبح الجسد في حالة عدم الارتياح. رابعا إطفاء الهاتف المحمول وشبكة اتصالات الإنترنت في الهاتف المحمول قبل النوم وإبعاد الهاتف المحمول عن مكان النوم. خامسا عدم استخدام الهاتف المحمول في التصفح واللعب والاتصال بمن تحب أثناء عملية الشحن. سادسا تقليل درجة الإضاءة وشدة الصوت في الهاتف المحمول. سابعا إبعاد الهاتف المحمول عن العين قدر المستطاع. ثامنا تنظيم الوقت بين الحياة الواقعية والشبكة الرقمية. تاسعا محاولة تخصيص وقت لممارسة الرياضة وإن كانت 10 دقائق يوميا. عاشرا محاولة ابتعاد عن استخدام وتفقد الهاتف المحمول بعد النهوض من النوم بمقدار 10 دقائق، وأيضا قبل الذهاب إلى النوم بمقدار 10 دقائق. 11 محاولة تخصيص أوقات استراحة عند استخدام الهاتف المحمول. 12 محاولة مراجعة التقرير اليومي والأسبوعي
في استخدام الهاتف المحمول. الآن نتعرف عن أجهزة نقل الشعاع الكهرومغناطيسي. كما تشاهدون في الصورة التالية، الأجهزة متعددة من أبراج نقل الطاقة أو أبراج إسلاك الطاقة، وثم لدينا التلفاز والراديو، وثم لدينا الهواتف الذكية، وثم لدينا أجهزة طهي الطعام أو الميكرويف، وثم لدينا أجهزة التحكم عن بعد، وثم لدينا الإضاءة والأشعة الصينية وأشعة إكس والنفايات المحروقة. ولكن كما تشاهدون الإشعاعات منخفضة، ولكن مع إكثار الأجهزة أو استخدامها سوف تصبح الأجهزة أو الشعاع بشكل خطير لدينا، وسوف يزيد الخطر علينا. الآن ننتقل إلى مرض النوموفوبيا. المرض النوموفوبيا هو مرض التعلق في الهاتف وعدم التخلي عنه، وذلك لأن الإشعارات تفرز هرمون الدوبامين المؤقت للعودة إلى الهاتف، وهو بما يسمى اليوم في مرض النوموفوبيا النفسي، أي نقوم في العودة إلى الهاتف وذلك للشعور في الراحة النفسية. وعند انخفاض أو نقص مستوى الشحن في الهاتف المحمول نصبح في حالة توتر وقلق وعدم الارتياح. ولكي نقوم في محاربة مرض النوموفوبيا يجب عنا الابتعاد عن تفقد الهاتف المحمول دوما أثناء وصول أي إشعار في الهاتف المحمول، الابتعاد عن النوم قرب الهاتف المحمول، الابتعاد عن تفقد الهاتف المحمول بعد النهوض من النوم، الابتعاد عن استخدام الهاتف في الأماكن المغلقة، زيادة وقت التفاعلات الواقعية أي مع الأسر والأصدقاء، الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء. ونشارككم مقولة يقال بأن الهاتف المحمول يعتبر هو هاتف ذكي، ولكن يجب علينا نحن البشر أن نكون أذكى من الهاتف المحمول، أي نحن البشر قمنا بصنع الهاتف المحمول، فكيف نجعل الهاتف المحمول هو أذكى منا ويسيطر علينا؟ وننصح دوما في توعية الأسر، وأيضا من الأسر أن تقوم في مشاركة التوعية مع الطفل، لأن الطفل هو كائن المستقبل أو مؤسس المستقبل. الآن ننتقل، هل يوجد المزيد؟ طبعا ولم نذكره. مثلا إن كان يصدم الطفل قبل 10 سنوات الهاتف فسوف يصاب في الإشعاع الكهرومغناطيسي بمقدار 60%، سوف يصاب في الأداء العقلي واحتمالية تعرضه إلى مشكلة الكلام. الآن ننصح دائما في توعية الأسر والأطفال، وأن تقوم أنت في نشر التوعية، التحكم في الوقت وتنظيمه وتخصيص الوقت لاستخدام الهاتف، وأيضا استخدام العالم الرقمي، الابتعاد عن زيادة مواقع الافتراضية أي تقوم في تنقيصها أو حذف المواقع الغير مهمة، وذلك للاستفادة من الهاتف، التعرف عن صلاحية الوصول وإعدادات الحماية أي أي تطبيق تقوم في تسجيله اذهب إلى الإعدادات وشاهد الإعدادات، هل له صلاحية في الوصول إلى الكاميرا أو سجلات الهاتف والأسماء وغيرهم. وثم يجب على الوالدين نصح الولد أو تعليم الطفل أن يقوم بإخبارهم في حال حدوث أي شيء غريب في العالم الرقمي، مثلا شخص تنمر عن الطفل في موقع وسائل التواصل الاجتماعي، ليقوم الطفل في إخبار الوالدين. أبسط مثال، يقوم التنمر في إخبار أرسل لي صورتك أو يطلب منه صورة أو أي معلومة إضافية عن الأسرة مثلا، يجب على الطفل إخبار الوالدين في حال هذا حدوث هذا الشيء. والهدف من العرض التقديمي، كنا قد شاهدنا سابقا تجربة حقيقية أو تجربة واقعية امتدت لعدة شهور على أطفال قاموا باستخدام الإنترنت بشكل مفرط، أصبح لديهم مشكلة الكلام أو التلعثم في الكلام وعدم نطق أي حروف أو أي الكلمة اللي لم ينطقوها بشكل كامل وعدم الاستجابة عند ذكر اسمهم. فلهذا السبب قمنا في عمل هذا العرض التقديمي، وأيضا نشارككم هذه المصادر معكم. المصادر، ننصحكم جميعا في زيارة هذه المصادر
وتلقي معلومات منها، لأن هذا العرض التقديمي هو بمثابة ملخص لجميع هذه المصادر. وإذا ننصحكم في مشاهدة الأفلام القصيرة سواء كانت رسوم متحركة أو كانت فيلم واقعي، وأيضا ننصحكم في تلقي النصائح من الأطباء وأيضا نصائح المختصين، ومن ثم ننصحكم في زيارة جميع هذه المصادر. وإذا المصادر الأجنبية أغلبها مترجم ننصحكم في زيارتها. ومصادر الصور لكل من أحب في استخدام الصور في عرض التقديمي المستقبلي أو البحث المستقبلي. والآن كان معكم المدون التقني سالم سعد. يقال بأن الإنسان عدو ما يجهل، فلا تكن أنت عدوا لما تجهل. في الختام شكرا لكم لاستماع المحاضرة نحو وعي تقني، وأتمنى لكم الاستفادة من المحاضرة، وأي سؤال قم في وضعه في صندوق الوصف. وأيضا تقييمكم يهمنا أو تقييم المحاضرة. وأيضا يوجد شهادة لكل من أحب واستفاد من هذه المحاضرة لأول 90 شخص، سوف نضع الرابط في أسفل الفيديو. مجرد أن تقوم في وضع الاسم في اللغة الإنجليزية وتقوم في وضع البريد الإلكتروني، وسوف تصلك الشهادة تلقائية باسم المحاضرة. والشهادة محدودة لأول 90 شخص، وسوف نحاول في الأيام المستقبلية أن نقوم في عمل الشهادة بشكل غير محدد، أي بأعداد غير محددة. وإن أحببت البي دي اف أو الملف ترغب في أن نشاركه معكم بمراسلتنا عبر صفحة الفيسبوك محترف الكمبيوتر للمعلومات. ومع السلامة.